ضرورة المؤتمر الصحفي الخاص بما يتعلق في استيضاح ديوان المحاسبة اللي أرسله 2011 لمجلس النواب ويثار في 2017 دون أن أسأل طول هذه السنوات عن هذا الاستيضاح. استيضاح في حينه قدموا ديوان المحاسبة لي كوزير زراعة عامل آنذاك وقمت بالرد عليه، واعتقدت أن الموضوع قد انتهى في حينه باعتبار أنه سؤال وجواب. يقول الاستيضاح أنه الوزير قرر يستورد مواشي من دولة فيها إصابات وفيها أمراض مثل أثيوبيا، والنقطة الثانية أنه وجود واحدة من الإرساليات بمعنى يعني شحنة أغنام كانت مصابة، والنقطة الثالثة إدخال إرسالية إلى أرض إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الإرسالية اللي هي هذه شحنة الأغنام اللي دخلت للمنطقة منطقة الحظر أو منطقة الحجر في العقبة. جوابي ليش الاستيراد من أثيوبيا الآن أنا لتلفزيونكم المحترم؟ أولا بالاستناد إلى صلاحياتي كوزير، هذا الأمر يتم من خلال أنه مهمتنا فتح الأسواق، مهمتنا كسر هيمنة قطاع يعني هيمنة على قطاع معين، زيادة التنافسية وبالتالي تخفيض الأسعار وتقديم لحوم بنوعية جيدة للمواطن الأردني. هلا أثيوبيا قبل إحنا ما نستورد ويقال إنها مصابة، بدي بس أعرض عليكم في التقرير إنه السعودية سنة 2010 استوردت 3.5 مليون رأس من الأغنام و300 رأس من العجول و200 ألف من الجمال. وصور هاي بتشوف إنه دول عديدة تستورد من أثيوبيا ونحن استوردنا بهذا السياق، ولكن ضمن الشروط الصحية والفنية الصارمة اللي ابتضعها وزارة الزراعة الأردنية. إذا إخواني، وأنا بخاطب عبر التلفزيون وأنتوا تلفزيون محترم وناشئ وجديد وإن شاء الله بكون لكم دور كبير، المواطنين الأردنيين ألا يستمعوا إلى فقاعات الصابون. هذه فقاعات صابون تريد الإساءة إلى أبناء الدولة وإلى أبناء الدولة المخلصين تحديدا، لأنك إذا أردت أن تقوض دولة شكك برجالاتها، إذا شككت برجالات الدولة أنت تقوض الدولة نفسها. هذه فقاعة صابون، لا يوجد قضية، موضوع منتهي، لأن استيضاح ديوان المحاسبة انتهى بإعادة تصدير الشحنة من الأغنام اللي تم الاستيضاح من أجلها. وأنا بقول لإخواني أثق بالقضاء الأردني، والقضاء الأردني فوق الشبهات كان على البرلمان، وهذا تمني، أن يأخذوا بقرار اللجنة المالية. اللجنة المالية شو قالت؟ قالت أنه يستدعى الوزراء للتحقق. الأعراف البرلمانية الموجودة في البلد عندنا في الأردن عندما يكون هناك استيضاح لديوان المحاسبة يتم استدعاء الوزير إلى اللجنة المختصة، إما لجنة خاصة يشكلها مجلس النواب أو لجنة زراعية إذا الموضوع زراعي أو لجنة تجارية اقتصادية إذا الموضوع اقتصادي. هؤلاء لم يأخذوا بقرار اللجنة المالية اللي أوصت لي رئيس مجلس النواب باستدعاء الوزراء لسماع رأيهم داخل اللجنة. مع الأسف خرجوا عن الأعراف البرلمانية وقرر رئيس مجلس النواب أن يذهب بهذه القضايا إلى النائب العام، ولا أدري ما هي الأجندة وما هي الدوافع وراء هذا العمل الذي خلق فقاعة صابون.